بمناسبة عيد الأضحى بنقول لكل شعب أبو كبير وقناة أبو كبير ميديا وفؤوس كل سنة وأنتم طيبين بجد يعني. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. المرة دي أنا مبسوطة جدا إن أنا في الملاهي وبتفسح وكده العيد ده. يلا أنت أقوى من أي حاجة، أنا عارف يا صاحبي. شغال هنا في الملاهي. فسح كل الناس. الفتة واللحمة والعيد الكبير طقوسه جميلة يعني. يخرب. كت. خلاص انا هوجه رساله لحماتي شحد الله خف عليا شويه ما اكتر من كده خرجه هنروح فين تاني يعني اول حاجه كل سنه وانت طيب هتأدي العيد فين السنه دي هضيف الشغل زي كالعاده هنا في البلد يعني هضيف البلد نذبح العجل وبعدين ننزل على فوز انا والله بنزل من البيت اروح بدي برضه وكده بدل قاعد طبعا هنا في الشغل احنا نقضي هنا في فوز اجواء جميله برضه في الملاهي ان شاء الله انا هقضي مع عيلتي مع الجماعه مع اهلي وكده يعني هقضي هنا يعني هقضي فين طيب هنا ان شاء الله في ملاهي خلود ان شاء الله اخرج طبعا ونتمشى ونتفسح انا هقضي مع بنت خالتي وكده انت هنا برضه نفس الموضوع نفس الموضوع طبعا ان شاء الله هنا هنا تفسح يعني لا ما انا بتفسح بس مش دلوقتي بعد العيد عشان انا شغال هنا فبعد العيد بتفسح دروس ان شاء الله في اسكندريه هاخد خطيبته راس اسكندريه ان شاء الله هفسحها فسحه حلوه كده وهنروح شويه دروس وكده يعني اكيد في الحسنيه هتخرج ولا ايه؟ اكيد انا شغال هنا في الملاهي فسح كل الناس في البلد ده وهنا بقى في الاول هنا وبعد كده بنروح البلد بقى عشان نذبح وكده وانت؟ لا انا في ثالثه ثانوي فاقضي هنا لا على خط البحر دي خروجه يعني ولا ايه هتبقى خروجه بالنسبه لك والله يعني انا ناوي ان شاء الله اروح شعفوره شعفوره دي بلد يعني برتاح فيه المكان ده برتاح فيه هنا فوز دي ايه هنا فوز المكان لا ده بعد سامي سعد ما علينا انا عن نفسي هعيده مع خطيبتي انا هخليها لك انا هقعد على السرير هنام انا طالع من موسم شغل بتاعي خلاص كده فانا هنام هقضي العيد كله نوم ان شاء الله مش هتخرج ولا تعمل حاجه دي لا لا ما فيش الكلام ده وكل الناس هتيجي تعيط عليا وهدوم العيديه بتاعتهم وخلاص كده اكمل يوم نوم بس هو ده العيد بالنسبه لي طب وجهه نظرك العيد السنه دي يبقى احلى ولا السنه اللي فاتت لا السنه دي اجمل طبعا ليه بقى ليه والله السنه دي في تطورات كتير وفي حاجات جميله حصلت واحسن سنه صراحه اللحمه بس الفرق عيد الاضحى بتاع السنه اللي فاتت وعيد الاضحى بتاع السنه دي الاضحى بتاع السنه اللي فاتت كان وشه نحس عليا كان اخويا اتعور ومش عارف ايه بس العيد ده باذن الله يبقى حلو باذن الله ولا ده ولا ده اه والله ولا ده ولا ده يعني مفيش اي حاجه جديده تحصل لا انت يا ثانوي عام لا العيد طبعا السنه اللي فاتت عشان السنه دي في ثانويه الصراحه بس كده يعني مفيش حاجه بس هو عشان السنه اللي فاتت كان احلى عشان مش كنت في ثانويه العيد السنه اللي فاتت كان كورونا وحوارات زي كده والنهارده مفيش كورونا الحمد لله يعني شايف ان هو هيبقى احلى يعني السنه دي لا السنه دي كويس احسن بكتير المره اللي فاتت يعني السنه اللي فاتت كان ازمه كورونا كان منع الدنيا كلها ان شاء الله السنه دي هتبقى 100% ان شاء الله انا متفائل خير العيد السنه دي الكورونا خفيفه شويه العيد السنه اللي فاتت كانت الاجراءات الاحترازيه عاليه السنه دي اقل شويه والحمد لله يعني لا ان شاء الله العيد ده هيبقى عيد احلى و ليه بقى الحاجة اللي هتبقى حلوة في العيد؟ عشان أنا هقضي مع البنت اللي أنا بحبها. مش أكتر. خليها لك. العيد السنة اللي فاتت طبعًا كان حلو جدًا عشان العيد الصغير، لكن العيد بتاع اللحمة دي الناس قرفانة أصلًا منه. قصدي عيد الأضحى بتاع السنة اللي فاتت أحلى ولا هتشوف العيد الأضحى بتاع السنة دي أحلى؟ والله إن شاء الله إن شاء الله سنة حلوة السنة دي وهيبقى حلوة يعني إن شاء الله بإذن الله، هي سنة حلوة بس الناس الشعب تعبان والله. يعني المفروض الناس تحس بيهم. والله هو هي السنه دي كلها ملهاش طعم صراحه يعني هو السنه اللي اجمل بكتير جدا بس يعني مفيش اي حاجه مختلفه تحصل العيد ده تبقى احلى ان شاء الله ربنا يبعت حاجه احلى ان شاء الله هو بصراحه العيد السنه اللي فاتت كان مش زي العيد ده لان العيد السنه اللي فاتت كان فيه حظر وكده غير العيد ده كويس يعني شايفه ان العيد السنه دي هيبقى احلى وانت ايه رايك انا شايفه برضو نفس النظام ان العيد الكبير هيبقى احسن من اللي فات لان المره اللي فاتت انا ما خرجتش خالص وقعدت في البيت عادي ما كانوش عيد ولا حاجه المره دي انا مبسوطه جدا ان انا في الملاهي وبتفسح وكده العيد ده لا اكيد السنه دي احلى كل ايه بقى عشان في يعني مفيش حظر السنه اللي فاتت كان في حظر السنه دي الحمد لله مفيش حظر
العيد السنة اللي فاتت كان في اسمها ايه دي كورونا ودوشة وما كناش عارفين نشتغل. الحمد لله يعني العيد ده هنشتغل كلها تبقى تمام. يعني ما فيش حاجة مختلفة هتحصل العيد ده تبقى؟ مش فيه، ما فيش، هو واحد العيد ده زي العيد اللي فات عادي بالنسبة لي أنا، مش عارف بالنسبة لأي حد تاني. لا بس طبعا العيد ده ايه بقى؟ الدنيا خفت يعني تمام، الجو بقى حلو، ما عادش فيه نسبة كبيرة زي الأول، فالحمد لله يعني. لا العيد السنة دي يكون حلو إن شاء الله رب. العيد اللي فات دوت كان في حظر وكده ودنيا كانت بايظة عشان كورونا وكده يعني، حلو الحمد لله. لا العيد السنة دي هيبقى حلو كتير لأن الناس بدأت تتحرك وما عادش في خوف من أي حاجة خالص. سنة الكورونا كان الحظر لحد الساعة 5 وثلاث ايام العيد، ست ايام العيد الصغير كان اجازه، وعيد الكبير ما كانش فيه طوف ولا كان فيه حاجه والحرم كان شغال، الناس بتطوف على الحرم وبكره وقفه عرفات كل سنه وانتم طيبين. تفرق كتير عن السنه اللي فاتت. تحب تقولي بقى للمصريين بمناسبه العيد؟ احب اقول لهم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. هم طيبين وسنه سعيده عليهم وعيد اضحى ان شاء الله بقى حلو على الجميع، اللي ذبح واللي ما ذبحش واللي جاب لحمه واللي ما لمحش تمام. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يعود علينا الايام بخير. للشعب المصري كل سنه وهم طيبين وكلنا ايد واحده. كل سنه وانتم طيبين يا رب، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها يا رب بخير يا رب. كل سنه وهم طيبين. كل سنه والشعب المصري والامه الاسلاميه بخير كل سنة وهم طيبين. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الأيام بالخير والسعادة والكرم يا جماعة. كل سنة وهم طيبين وعيد سعيد عليهم يا رب، وربنا يعدي عليهم السنة الجاية تبقى أحسن من السنة دي كمان. أنوي الشعب المصري إن شاء الله يكون بخير ويكون حلو إن شاء الله. رب يكون أصحابنا يكونوا حلوين وتمام وكل حلو. إحنا بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا وكل سنة وهم طيبين وربنا يعد الأيام علينا بخير. أنا أوجه رسالة لحماتي. شحد الله خف عليا شوية. اه والله هم سامعين دلوقتي ام كان ربنا يستر. طب والله كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبين والامه الاسلاميه كلها بخير والله. كل سنه وانت طيبين. ايه طبعا بنقول لكل الشعب المصري وكل المسلمين والمسيحيين كل سنه وانتم طيبين وعام كريم علينا وعليكم بس. شكرا.